أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أبرز وأهم ما تناقلته الصحف الإخبارية والمواقع أيضا لهذا اليوم، ولكن البداية بالعناوين. موقع إخباري يتحدث عن مقاومة تعز، محاربون يمسكون البندقية للمرة الأولى في حياتهم. فنان كوميدي يمضي أسبوعه الثاني في سجن مجهول بعدن. عودة جثث طلاب أخذتهم ميليشيا الحوثي من مدارسهم في دمار قبل أيام. بريطانيون يتظاهرون ضد بي بي سي لعدم بث أغنية تتهم رئيسة الوزراء بالكذب. أهلا بكم. تزداد حدة المعارك في تعز مع اكتمال حلم أهالي المدينة في تحرير مدينتهم من الميليشيا، ووفقا لموقع يمن مونيتور فالجميع مشارك في هذه المعركة، وقال الموقع في صفحته الرئيسية: متخصصون وأكاديميون يشاركون في معركة تحرير تعز. يقول الموقع أن في تعز يعيش 300 ألف شخص تلقوا نسبيا تعليما جيدا، وكانت المدينة مهد احتجاجات الربيع العربي في عام 2011 التي أدت إلى إرغام علي عبد الله صالح على تسليم مقاليد الحكم إلى هادي الذي كان آنذاك نائبة. اليوم اضطر الكثيرون من مهنيي تعز إلى المشاركة في الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة، بينما يحاصر الحوثيون وأنصار صالح منازلهم. ويسرد الموقع قصص سكان المدينة الذين فيهم من أطلق الرصاص لأول مرة في حياته، ومن بين هؤلاء مدرس مساعد في كلية العلوم التطبيقية بجامعة تعز الذي لا يزال يتذكر كيف أنه أطلق النار لأول مرة من بندقية كلاشينكوف في جبهة القتال، وكيف شعر أنه ابتعد عن الطريق الذي كان يسلكه من قبل، وكيف تخلى عن السعي للحصول على درجة الدكتوراه. لا شيء في محافظة دمار غير استقبال الضحايا الذين تدفع بهم ميليشيا الحوثي إلى صفوفها الأمامية في حربها ضد اليمنيين، عنوان موقع المصدر أونلاين في صفحته الرئيسية. دمار: الحوثيون يشيعون 15 من مسلحيهم سقطوا قتلى بغارة جوية في شمال المخا. قال الموقع: شيعت جماعة الحوثيين في محافظة دمار في يوم واحد أكثر من 15 قتيلا من مسلحيها، بينهم 3 أطفال على الأقل قتلوا الجمعة بغارات لمقاتلات التحالف شمال مديرية المخا. قال مصدر محلي لموقع المصدر أونلاين إن مستشفى دمار الحكومي يستقبل العشرات من القتلى بشكل يومي قادمين من الجبهات التي تشهد مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف من جهة أخرى. وأوضح أن من بين القتلى الذين تم تشييعهم الأطفال علي صلاح اليمني وكمال القوح أبو جبران الأسدي، وجميعهم كانوا طلابا في مجمع السعيد التربوي بدمار، وجندهم الحوثيون وزجوا بهم قبل أيام في المعارك. غدا تحل الذكرى 50 لنكسة 5 حزيران 1967. سنظل نتذكر هذا التاريخ باعتباره فاصلا بين زمنين، وقد كتب السياسي اليمني ياسين سعيد نعمان عن هذه المناسبة المؤثرة في تاريخ العربي الحديث، وقال في جزء من مقاله المنشور في موقع بوست: يوم 11 من يونيو 1967 استيقظ العالم العربي ليطرح سؤالا كبيرا: وماذا بعد؟ جاءت لآت الخرطوم الثلاث الصادرة عن القمة العربية المنعقدة هناك بعد أشهر من النكسة لتبدو وكأنها رفض للهزيمة، غير أنها لم تكن إلا محاولة لترميم الكبرياء المجروحة، كما أنها لم تقدم إجابة على ذلك السؤال إلا فيما فهم بأنه توافق على تناسي الخلافات بين الأنظمة أمام ما تعرض له العرب من هزيمة من قبل إسرائيل. نقف هنا لنكرر السؤال: ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث هو أن الزمن الآخر بدأ في التشكل بالصيغة التي استكمل فيها مشوار الضياع لأمة توفرت لها كل مقومات النهوض والرقي، لكنها فشلت في تحديد الخيارات الموصلة إلى الطريق المفضي إلى ذلك. تصادمت الخيارات والمشاريع، ولم يسمح لها أن تتعايش أو تتفاهم أو حتى تتنافس، بما يجسد الحاجة لتماسك المجتمعات
واحترام إرادة الناس. كان هناك من يصنع أدوات المواجهة لتتلقفها تلك المشاريع وتواجه بعضها في معارك تستخدم فيها كل أدوات القمع والتشهير والتآمر. اليسار شيوعيون وعملاء للاتحاد السوفيتي ولا يصلحون للحكم في بلاد إسلامية. حرب اليسار تحت هذا العنوان وجرى تأليب المجتمعات ضد مشروعه السياسي والاجتماعي، وحصر ضمن عملية تشبيك سياسي وفكري قهري واسعة انخرطت فيها المشاريع الأخرى، ظنا منها أن إقصاء اليسار سيسهل مهمتها في تسويق مشاريعها، وهو ما سنلحظه في حالات أخرى من التحريض. القوميون علمانيون مهزومون، في إشارة إلى نكسة حزيران. ممزقون باحثون عن السلطة، في إشارة إلى تجربة البعث في كل من سوريا والعراق. في محور آخر قريب من هذا المشروع، تخلقت داخل جمهوريات أنظمة مستبدة وفاسدة، وأخرى فاسدة مزجت بين الصعلكة والاستبداد. اليمن نموذجاً. زمن الضياع أو التيه الذي يمتد لخمسين سنة هو الزمن الذي تصادمت فيه هذه المشاريع وسلمت أمرها للاستبداد الذي تغذى من فشلها الذريع وحاربت بعضها نيابة عنه حتى هيأت له السيطرة الكاملة وإقصاءها على نحو عكس خيبتها التي لم تتمكن معها من إعادة بناء الفكرة على قاعدة مختلفة من التماثل، مع حاجة مجتمعاتها إلى الحرية والديمقراطية والتعايش والسلام. تشهد مأرب عودة تدريجية للاستقرار ومظاهر الحياة فيها، فوفقا لموقع المشاهد نت فقد نفذت السلطة المحلية في المحافظة بالتعاون مع المنطقة العسكرية الثالثة وشرطة المحافظة حملة إزالة للبناء العشوائي وكل مظاهر الاعتداء على المناطق الأثرية في مأرب القديمة الأثرية. يضيف الموقع أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة السلطة المحلية والقاضية بمنع وإزالة أي اعتداءات على المناطق الأثرية في مأرب القديمة وحولها. وأكد محافظ مأرب في توجيهاته أن هذه المنطقة الأثرية مصانة بغض النظر عن ملكية الأرض كونها منطقة أثرية، والأثار ملك للشعب وتاريخ للأمة، مشددا على منع الاعتداء على المناطق الأثرية سواء من مواطنين مدنيين أو عسكريين. استأنفت الخطوط الجوية اليمنية مساء الجمعة الماضي رحلاتها الجوية من وإلى مطار عدن الدولي بعد توقف دام يومين. وقال مصدر حكومي في تصريح أورده موقع الوحدوي نت أن المطار استقبل أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من مطار القاهرة بعد التوقف الاضطراري الذي جاء على إثر التوترات واشتباكات الأربعاء بين فصيلين من أمن المطار. وأوضح المصدر الحكومي أن أعطالا طالت مؤخرا محركات طائرتين تابعتين لشركة الخطوط الجوية اليمنية كانت وراء تأجيل عدد من الرحلات الجوية من القاهرة إلى عدن، وهو ما تسبب بزيادة عدد المسافرين العالقين في القاهرة بالإضافة إلى الأحداث الأمنية التي شهدها مطار عدن. يتابع الموقع: شهد مطار عدن الدولي ومحيطه نهاية الأسبوع اشتباكات بين قوتين أمنيتين مكلفتين بحمايته أدت لمقتل عنصر أمني وجرح آخرين قبل أن تعلن شرطة عدن تسلمها مهمة حماية وتأمين مطار العاصمة المؤقتة للبلاد. هذا النظام في 50 عاما، تحت هذا العنوان كتب ميشيل كيلو مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: في اليوم الرابع من شهر يونيو حزيران عام 1967 وجه أحد شعراء البعث رسالة إذاعية مفتوحة إلى الأمة العربية يدعوها إلى الاصطياف في نهارية مدينته الفلسطينية التي قال إن الجيش السوري جيش البعث سيحررها في الساعات الأولى بعد نشوب حرب التحرير المقبلة. وفي اليوم التاسع منه كانت رئيسة الاتحاد النسائي تطلق صرخات استغاثة يائسة تناشد العالم وقف العدوان الصهيوني الذي يستهدف عزل دمشق أقدم مدينة في العالم، والتي تتعرض لموجات قصف أسقطت عشرات آلاف الشهداء من الأطفال والنساء. وفي اليوم ذاته أذاع وزير دفاع النظام الفريق حافظ الأسد بياناً أعلن فيه سقوط القنيطرة
عاصمة الجولان في يد العدو الصهيوني الغاشم، وأمر جيشه بتنفيذ انسحاب كيفي منه. قال رجال القانون فيما بعد إنه كان أمراً بحل الجيش، والدليل أنه لم يدافع عن الأرض الوطنية بل سلمها من دون قتال للعدو الذي لم يرسل قواته لاستلامها إلا بعد 3 أيام. بين وعد التحرير والدعوة إلى الاصطياف في نهاريا وحرب لم تدم فعلاً غير ساعات قليلة، سلم الأسد خلالها الجولان لإسرائيل وحل الجيش. دمرت إسرائيل الطيران السوري على مدرجات مطاراته وغنمت آلاف الدبابات والمدافع بذخائرها. بعد احتلال الجولان اعتمد النظام الموقف التالي: سنتحدث عن الجولان دوماً، لن نفكر به أو نعمل لتحريره أبداً. قال بيان أسدي عام 1967: لا أهمية للأرض الوطنية في سياق صد مؤامرة ضد النظام يقف وراءها العدو الخارجي. وفي عام 2011 عام الثورة قال بيان أسدي آخر: لا أهمية للشعب في سياق صد مؤامرة داخلية ضد النظام يتولاها الشعب. وفي الحالتين لا أهمية إلا للنظام. كونك فنانا لن يشفع لك ولن ينجيك من الاعتقال في العاصمة المؤقتة، فأحد الممثلين المعروفين ما زال في سجن مجهول منذ أسبوع، ووفقا لموقع عدن الغد الذي عنون تواصل اعتقال ممثل يكشف حالة تخبط الوضع الأمني بعدن، مؤكدا أن واقعة اعتقال ممثل شاب في عدن تكشف حالة التخبط التي باتت تعاني منها بعض الوحدات الأمنية في عدن، والتي تتنازع السيطرة عليها أكثر من 6 فصائل أمنية وعسكرية. يضيف الموقع: اعتقل الممثل الشاب ناصر العنبري قبل أكثر من أسبوع حينما داهمت قوة أمنية منزله بحي الممدارة واقتادته إلى جهة غير معلومة، ومنذ ذلك الحين ظل مصير العنبري مجهولا، كما ظل غير معروف هوية الجهة التي قامت باعتقاله. يتابع موقع عدن الغد: تعكس واقعة اعتقال العنبري إلى حد كبير حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها عدن منذ أكثر من عامين. والعنبري هو ممثل شاب أدى عشرات الأدوار الفنية والكوميدية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضحية بريئة لا تحتفل بيومها، عنوان لصحيفة العرب الجديد والتي قالت في تفاصيله: نحتاج في هذه المناسبة الجليلة إلى التذكير بالواجب المقدس المنصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل لضمان تمتع جميع الأطفال دون استثناء بحماية خاصة. مقتطف من رسالة الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير كويار بمناسبة اليوم العالمي الأول للضحايا الأطفال الأبرياء الذي احتفي به عام 1983. اليمنية الصغيرة تماما كما يمنيين صغار كثيرين عرفت النزوح باكرا، لكنها لا تعلم أنها ضحية ومعنية بالمناسبة العالمية التي يحتفل بها اليوم في 4 يونيو. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي عام 1959 أقرت إعلانها لحقوق الطفل الذي يعد أول اتفاق دولي حول المبادئ الأساسية لحقوق الصغار، قبل أن تقر بعد 30 عاما في 20 نوفمبر من عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل، والتي وضعت حيز التنفيذ في 9 سبتمبر من عام 1990. تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع استغلال الأطفال وتجنيدهم في حروبهم العبثية، ففي المحويت وكما تقول صحيفة البيان: تتكشف في كل يوم جريمة جديدة من جرائم الحوثيين، إذ رصدت منظمة حقوق الإنسان تجنيد ميليشيا الانقلاب ل117 طفلا وزجت بهم في جبهات القتال. ميليشيا الحوثي والمخلوع تخول التربويين والمشائخ والوجهات في عملية اصطياد الأطفال عبر وسائل ملتوية تتمثل بإقناع آباء الأطفال بأن الهدف من تدريب أبنائهم هو إعدادهم كلجان أمنية لحماية وتأمين
مسؤولين المدن ومديريات المحافظة، ومن ثم يتم إلحاق الأطفال بدورات تدريبية تقام في منطقة الأهجر بشبام أو في مدينة المحويت، وإرسالهم بعد الانتهاء إلى معسكرات التدريب في وادي الحسي بملحان أو في الحيمة وأرحب وذمار. الأمم المتحدة كانت قد أدانت في تقرير لها أصدرته أواخر العام الماضي ميليشيا الحوثي لقيامها بتجنيد الأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المجندين زاد بنحو 5 أضعاف مقارنة بالعام 2014، وأن مقاتليها من الأطفال يشكلون ما يقارب ثلث المقاتلين في صفوف الحوثيين. الوحدة العراقية السورية تحت الراية الإيرانية، تحت هذا العنوان جاء رأي صحيفة القدس العربي والتي قالت: الافتراق الطائفي والمذهبي بين الدولة الإسلامية والميليشيات الموالية لإيران لا يمنع رؤية التشابه في المنطلقات النظرية الطائفية التي تجمعهما، والتي تجعل كل منهما صورة مقلوبة للآخر، وكونهما ضرورة وجودية ولازمة لكل طرف منهما، وكذلك الأحلام التي يسعى الطرفان إليها. يتجلى هذا في حلم تنظيم الدولة بالخلافة الإسلامية التي بدأها باحتلال أجزاء كبيرة من بلاد دولتي العباسيين والأمويين، ولكنه وصل لنهاياته وانسداد آفاقه تحت ضربات التحالف الدولي وهجمات الحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة والقوات الخاصة العراقية، وهو ما فتح الباب لأحلام الميليشيات الشيعية في المنطقة بتأسيس خلافات فاطمية جديدة تبدأ في طهران وتمر ببغداد ودمشق وتنتهي أو لا تنتهي ببيروت. الإيرانيون على ما يبدو متحمسون لهذا الحلم الكبير، وقد حشدوا حشودهم من ضفتي الحدود العراقية السورية، وهو أمر يصب الزيت على نار الصراعات الإقليمية والمحلية المشتعلة ويثير القلق في الجوار القريب، وخصوصا في تركيا والأردن ولدى الأطراف المتصارعة والإثنيات والطوائف والجماعات، كما القوى الكبرى التي تراقب تحول الانتصار، وهو انتصار مؤقت لأن عوامل الأزمة ما زالت موجودة على تنظيم الدولة، إلى اندياح كبير للميليشيات الموالية لإيران في محاولة لتغيير كبير في معالم المنطقة السياسية. مفارقة كبيرة أن يكون البلدان اللذان حكمهما حزب البعث العربي الاشتراكي بشعارات الوحدة العربية والأمة ذات الرسالة الخالدة لم يتمكن من توحيدهما، وأن تبعث ظلاماته وقهره وخساراته العسكرية ومغامراته حلم الوحدة مرة على يد غلاة السنة ومرة على يد غلاة الشيعة، وأن يكون الحصاد الأخير لصالح أمة أخرى. صحيفة القدس العربي قالت بأن ليلة رعب عاشتها لندن التي يفترض أنها تمضي عطلة أسبوع صاخبة تسبق الانتخابات نهاية الأسبوع المقبل، فقد استجابت الشرطة البريطانية في العاصمة لحادثين أمنيين قبل قيل أنهما يشملان دهسا بشاحنة وطعنا بالسكاكين. قالت الشرطة البريطانية المسلحة إنها تستجيب لحادث وقع في بوروم ماركت بوسط لندن ليلة السبت، فضلا عن واقعة على جسر لندن القريب. هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي نقلت عن شرطة النقل قولها إن هناك قتلى وجرحى بعد الواقعة التي شملت على الأرجح دهسا بسيارة فان وإصابات بسكين، حيث قالت الشرطة إنها تستجيب لحادث ثالث في فوكس هول. شهود عيان ذكروا روايات عن رؤوس مقطوعة مع عدم القدرة على استخلاص معلومات محددة حول عدد الضحايا ونوعية الإصابات أو المستشفيات التي نقل إليها المصابين، وهل هناك قتلى أم لا. شرطة النقل البريطانية اتخذت إجراءات شملت العديد من محطات القطار وخطوط الباص والمترو، حيث أغلقت العديد من المحطات وأذيع في قطار الأنفاق معلومات ترشد الركاب إلى وسائل نقل بديلة لبلوغ وجهاتهم من دون ذكر أي إشارة إلى ما حصل. ومن بريطانيا أيضا عنونت صحيفة الحياة اللندنية في أحد أخبارها:
بريطانيون يتظاهرون ضد البي بي سي لعدم بث أغنية تتهم رئيسة الوزراء بالكذب، حيث تظاهر العشرات أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي للاحتجاج على قرار الهيئة عدم بث أغنية واسعة الانتشار قبل الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل، تصف رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنها كاذبة، وتصدرت أغنية لاير جي آي 2017 لفرقة كابتن اس كي اي قائمة امازون للاغاني التي يتم تنزيلها في بريطانيا، وتحتل المركز الثاني بقائمة ابل ايتونز في المملكة المتحدة على رغم انها لم تبث على اي محطة اذاعية. يضيف الموقع تتخلل الاغنية كلمات لرئيسة الوزراء بينما تردد الفرقة عبارة كاذبة كاذبة لا تثق بها. وانتقد سام فيربيرن الذي شارك في تنظيم الاحتجاج قرار البي بي سي عدم بث الأغنية، وقال إنها تعبر عن موقف الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في 8 حزيران يونيو، ورفضت هيئة الإذاعة البريطانية بث الأغنية قائلة إنها تنتهك قواعدها التحريرية والتزامها الحياد. ريال مدريد يكتسح اليوفنتوس ويحقق لقبه 12 والثاني على التوالي في دوري الأبطال. شبكة السي إن إن نقلت أجواء المباراة وقالت حقق ريال مدريد لقبه 12 في دوري أبطال أوروبا ولقبه الثاني على التوالي ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز في النسخة الجديدة من البطولة، وذلك بعد اكتساح نظيره يوفنتوس الإيطالي برباعية مقابل هدف وحيد. وفي الشوط الأول بدأ يوفنتوس مهاجبا وكاد يسجل هدفا مبكرا، لكن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاز أنقذ فرص اليوفي الخطرة ليسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول للريال عند الدقيقة 20، ولم تمضي سوى 7 دقائق على هدف رونالدو حتى سجل اليوفي هدف التعادل بطريقة مذهلة عبر المهاجم الكرياتي ماريو مانزوكيتش لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني انهار دفاع الفريق الإيطالي لتهتز شباكه بالهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي كازيميرو عند الدقيقة 61 قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثالث للريال بعدها ب4 دقائق. وفي الوقت الإضافي للمباراة أطلق اللاعب الأسباني الشاب ماركو إسينسيو رصاصة الرحمة على فريق السيد العجوز الذي أظهر عجزه في الشوط الثاني بالهدف الرابع. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ الهادفة لمنع تعاظم تهديدات المناخ وظهور إشكاليات بيئية عالمية مثل الاحتباس الحراري وثقب الأوزون، قامت العرب الجديد بنشر بعض الصور التي تظهر بعض ملامح التغيير المناخي في العالم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.